وبال أول كهف ملح صحي في ليبيا بالكامل. جاءت الفكرة أني أنا جربتها في أكثر من دولة، كان النتائج علي مفيدة جدا من أول جلسة بان علي النتائج. درست الموضوع دراسة أني أنا منش متكون الكهف، أنواع الملح المستخدمة في الكهف لقيت أنه يمكن تواجدها في أنواع منها في ليبيا باستثناء نوع واحد جبت استيراد. تشاهدت دراستي للطب البديل، خذيت شهادتي من تونس حيث أني أنا نبدأ كأجراءات وتراخيص سكي، وبديت نقرأ على الكهف أكثر، نحضر في الندوات بتاعت الدكاترة في أوروبا مثلا أمريكا، في ألمانيا، في بولندا، في إيرلندا، في دول عديدة حدث ولا حرج ومفتوح. في روسيا علاج معتمد، في لندن حاليا يحولوا في حالات رسمي علاج بالهالوثيربي اللي هو علاج مرضى الربو، يفضل علاج لهم بأمراض الملحية بالطريقة الملحية اللي هو علاج الهالوثيربي، علاج كهف الملح. هنا مبدأ كهف الملح منين جاني؟ أنا جربتها شخصيا، حبيت الناس تجربها، الحلم تحول حقيقة. نفذنا الخطوة، حاليا عندي كهفين في نفس المكان، طبعا كهف اللي هو VIP وكهف هضاهي، الاثنين نفس الخواص ونفس كل حاجة. بديت نجرب مع حالات فعلا وشفت نتائج علاج مبهرة، يعني حالات مثلا نذكر حالات إكزيما من 3 جلسات فقط. الإكزيما مرض مزمن جدا جلديا، وهو التهاب حاد في طبقة الجلد ويبدأ زي القشور في الطبقة والاحتكاك يسبب دم، فمن 3 جلسات كان الطبقة اللي نحكي عليها هذه الخارجية مختفية تماما، مفيش. خلاص نبو بس يا إيمان، نبو شنو؟ لأن الملح معروف ال 45 دقيقة داخل كهف الملح تساوي 15 ساعة على البحر وقت الفجر. اللي عنده كسر في الغدة الدرقية ننصحه جدا بكهف الملح لأنه ينشط الغدة الدرقية جدا، عكس اللي عنده نشاط ممنوع يخش كهف الملح. اللي عنده ضعف واجد في عضلة القلب ممنوع يخش كهف الملح، لأن كهف الملح يزود في نسبة الأكسجين في الدم، فالدورة الدموية تكون نشيطة جدا، فاللي قلبه ضعيف مش هيتحمل الدورة الدموية النشيطة. اللي عنده هبوط في الضغط ما يجينيش في كهف الملح، اللي عنده ارتفاع كهف مكان مناسب جدا، يعني ينزل في الضغط بطريقة جميلة جداً.